عندما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان غير ما يكون في الأشهر الأخرى، عندما تعلم أن سلفنا الصالح كانوا في رمضان غير ما يكون في الأشهر الأخرى وهم قدوتك، ستسير على هذا الطريق وستجد السعادة كما وجدوها، كما قال ابن شبرمة رحمه الله تبارك. والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا، لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. من أين جاءت؟ من أين جاءت هذه السعادة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله جل وعلا يقذف هذه السعادة في قلبك. متى؟ إذا قصدتها، إذا أردتها، إذا طلبتها بجد واجتهاد، فإن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا قصدت الله صادقا فإن الله تبارك وتعالى يقبل منك ويقبلك.